هل يجوز أن يتولى الأخ تزويج أخته مع وجود الأب، سواء كان الأب رافضا أو موافقا؟ لا، إذا كان موافقا لا بأس، إذا قال الأب لابني يا بني زوج أختك فبمثابة الوكالة، بمثابة الوكالة. أما إذا الأب رافض، ليس للولد، ليس للأخ أن يفتئت على أبيه ويأخذ حق أبيه، إلا في حال ما إذا كان الوالد يرفض متعنتا لغير سبب شرعي.